بناء على الواقع الحالي لهذه المواقع الأثرية والسياحية ومن باب قربكم من هذا المجال، شنو تحتاج بشكل دقيق المعالجات الحقيقية لهذه المواقع؟ طبعا هو بحاجة إلى اهتمام الدولة، إلى اهتمام الحكومات العراقية بحاجة إلى وضع سياسة ثقافية واضحة المعالم. الآن الوضع الثقافي في العراق مبني على المبادرات، على مبادرات الاتحادات والنقابات والمؤسسات الثقافية. لا توجد هناك سياسة ثقافية واضحة في العراق، لذلك إذا وضعت هذه السياسة الثقافية الواضحة المعالم يعني سنويا مثلا نبني عدد من المسارح، عدد من دور السينما، او مثلا اعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية، اعتقد انه ستكون هناك سياسة واضحة وستتطور هذه المواقع. ممكن يقتصر فقط على الجهد الحكومي؟ ممكن اكو يكون شراكة مع القطاع الخاص، مع جهات استثمارية حتى نطور هذه الاماكن؟ المواقع الاثرية هي تعد ملك للدولة، تختلف عن اي موقع يعني سياحي. ممكن السياحي ان تكون هنالك شراكه بين الحكومه والقطاع الخاص، ممكن ان يكون هناك قطاع مختلط، لكن الموقع الاثري من يتعامل ويعبث ويهرب المواقع الاثري هذا لا يختلف عن الارهابي اطلاقا، وبالتالي لابد ان تكون هذه المواقع الاثريه هي محفوظه من قبل الحكومه العراقيه وبالتعاون مع منظمات ومؤسسات محلية ممكن ما يكون وحتى المواطنين داخل الموقع مثل ما ذكرت، هذا تابع للدولة فلازم يكون محمي من قبل الدولة والأجهزة الحكومية. أقصد مقتربات الأماكن ما ممكن أنه تعطى استثمار لجهات لشركات بالتالي تهيئ لنا هذه الأماكن وهي راح تستفاد والسائح والدولة هم راح تستفاد.